حاجة غريبة جدا. في مدينة موهنجو دارو اللي بيسموها تل الموتى، دي موجودة في باكستان وتحديدا في وادي اندوس. المكان ده حصل فيه حاجة غريبة من الاف السنين، ولحد دلوقتي محدش قدر يحدد ايه اللي حصل في المكان ده ولا ايه سبب. مدينة موهنجو دارو اتبنت سنة 26 قبل الميلاد، وبقايا المدينة دي فضل مدفون تحت الصحراء لمدة تقريبا 3700 سنة. يعني في ليلة كده وضحاها المدينة دي اختفت وما بقالهاش اي اثر نهائيا، ولما اكتشفوها بعد كده لقوا كلها تقريبا عبارة عن سلاسل من الجثث حضنة بعضها في مشهد غريب قوي. والاغرب من كده بقى انهم لما حللوا الجثث دي لقوا فيها تسمم اشعاعي وبنسبة رهيبة وعالية قوي، ولحد دلوقتي محدش قادر يفسر او يلاقي سبب علمي ده. حاجة غريبة جدا. في مدينة موهنجو دارو اللي بيسموها تل الموتى، دي موجودة في باكستان وتحديدا في وادي اندوس. المكان ده حصل فيه حاجة غريبة من الاف السنين، ولحد دلوقتي محدش قدر يحدد ايه اللي حصل في المكان ده ولا ايه سبب. مدينة موهنجو دارو اتبنت سنة 26 قبل الميلاد، وبقايا المدينة دي فضل مدفون تحت الصحراء لمدة تقريبا 3700 سنة. يعني في ليلة كده وضحاها المدينة دي اختفت وما بقالهاش اي اثر نهائيا، ولما اكتشفوها بعد كده لقوا كلها تقريبا عبارة عن سلاسل من الجثث حضنة بعضها في مشهد غريب قوي. والاغرب من كده بقى انهم لما حللوا الجثث دي لقوا فيها تسمم اشعاعي وبنسبة رهيبة وعالية قوي، ولحد دلوقتي محدش قادر يفسر او يلاقي سبب علمي دقيق.